والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم النهاردة في درس جديد على قناة يوسف في فوتوشوب توتوريالز. في درس النهاردة ان شاء الله هنشوف ازاي هنعمل عزل للالوان، او بمعنى اصح ان احنا نخلي الصورة كلها ابيض واسود ونسيب لون واحد بس هو اللي ظاهر او هو اللي ملون. كل اللي عليك تعمله هو تابع مع الدرس. في درس النهارده ان شاء الله هنشوف ازاي هنعمل اللي قلت لكم في اول الفيديو ده، ان احنا ازاي هنخلي الصوره اغلبها ابيض واسود وحته واحده بس او لون معين هو اللي هيفضل باين او ظاهر. طبعا بجد عايز اشكر كل الناس اللي دخلت كتبت على اخر درس، درس المنتخب. في ناس كتير قوي مش مصريين دخلوا وكتبوا كومنت جميل، مش بس حكايه على الدرس، ان هم كتبوا كومنت جميل بعد اللي حصل في الماتش، بعد ما المنتخب المصري ما خدش البطوله. في ناس كتير قوي مش مصريين دخلوا وكتبوا كومنتات جميله بجد، يعني حاجه روح رياضيه عاليه فعلا، حاجه يعني تحسسك ان مش بس مصريين هم اللي كانوا مستنيين هو ده اللي يحصل. فعايز اشكر اللي مش مصريين، اللي كل الناس العربيين اللي شاركوا في الكومنتات بتاعت الدرس ده، فشكرا بجد. تمام، احنا النهارده هنشتغل في الموضوع ده، هنشوف طريقتين. الطريقه الاولى وهي ان انت ازاي يعني هي طريقه سهله وطريقه يعني صعبه بس مش قوي يعني. تمام، الطريقه الاولى وهي ان انت ازاي تسيب اللون الاحمر عامه، يعني تسيب اي حاجه لونها احمر في الصوره. والطريقه التانيه هي انك ازاي تسيب حاجه واحده بس لونها احمر وسط حاجات كتير، زي مثلا صور ان انت تشوف تفاح ابيض واسود وفي وسطهم تفاحه واحده بس هي الملونه، مع ان كل التفاح لونه احمر بس هو كان خلى لك الفوكس او السبوت بتاع الالوان على التفاحه المعينه دي. فتمام، احنا النهارده هنشتغل على صورتين اهم، هنشتغل على صورتين ونشوف عشان يعني اوريكم الفكرتين. اول طريقه هي سهله جدا بابسط الطرق، وهي عن طريق ان انت هتخش من قائمه، بعد ما تفتح الصور طبعا هتيجي من هنا قائمه الادجستمنت، تدوس عليها كده وهتختار منها هيو ساتوريشن. طبعا في ناس كتير قوي هتبقى عارفه الموضوع ده، الموضوع الاداه دي وازاي اصلا تعمل عزل الالوان ده، مش مشكله لو انت تعرف الطريقه اعمل لايك واخرج لو مش عايز تكمل الدرس يعني. تمام، واحنا عارفين ان احنا من اللي في النص ده بنقدر نزود الالوان قوي او نخليها ابيض واسود قوي. طب ايه يعني برضو هنستفاد ايه من كده؟ تمام، دلوقتي هتخش من القايمه اللي مكتوب فيها ماستر دي وهتغير وهتجيب انا عايز اسيب لون التيشيرت الاهلي اللي هو اللون الاحمر بس، فهنختار ريد. انا هنا بقى عندي تحكم في الريد بس. تمام، انا اقدر كده اهو واقدر اعمل كده. طب افرض انا عايز اسيب الاحمر، يبقى تمام سيبها زي ما هي وانزل على كل الالوان دي عدا اللون اللي انت عايزه، يعني الاحمر انا هسيبه وانزل عند اليلوز، اخلي الساتوريشن ده تخليها 0%. انزل مثلا عند الجرين لو شايف انا في الصوره ان في يعني جرين، لو في لون اخضر وانزل عند اللبني الساين دوت واخليها 0%، او اقصد يعني سالب 100، يعني هي على العموم بتبقى كانها صفر. بص لاحظ على كل الحاجات اللي فيها الوان كلها بتختفي الا اللون اللي انا سبته اللي هو اللون الاحمر اللي هو ده دلوقتي اهو. انت عندك يا اما تخلي الصوره كلها ابيض واسود او تخلي الاحمر هو اللي زاهي وواضح في الصوره كلها مع ان الصوره ابيض واسود. لو انت هتعمل النظام ده انصحك ما تسيبش الصوره زي ما هي كده. تعمل ايه؟ حاجه بسيطه قوي، غير ان انت تختار من قائمه نفس القائمه هي الادجستمنت، تختار ليفلز وتغمق يعني تغمق تشد السهم الاسود ده سنه. السهم الاسود بيمثل كان المناطق الغامقه في الصوره والابيض المناطق الفاتحه في الصوره. تغمق سنه وتدي لمسه البهتان العاديه، وتضيف كمان كيرفز لو عايز يعني حاجه بس تضيف شكل حلو للصوره عشان ما تتسابش كانها زي ما هي كده، يبقى فيها شويه شغل. تمام اهو، يمكن دي اللي هتلاقوها محطوطه في السامبنيل او الثانيه يعني. تمام، انا كده ازاي اسيب الاحمر كله؟ طب ازاي اسيب التيشيرت لو انا عايز اسيب تيشيرت حسام غالي بس، يعني انا عايز اسيب التيشيرت بتاع غالي بس مش عايز اسيب صور يعني مش عايز اسيب كله. تمام، دي هتعرفها هنا. انا عندي الصوره كلها وفي احمر كتير في الصوره، اسم باسم مرسي والرقم واللي او التيشيرت والخلفيه كمان فيها احمر. فانا لو عملت نفس الحركه دي يعني شوف كده، لو
وكمان حاجة جميلة على فكرة، لو عايز تعمل فكرة اللون الأحمر دي في كذا صورة، مش محتاج إن أنت تعمل نفس الإعدادات هي في كل الصور. بالعكس، أنت ممكن تاخد تقف عند الأحمر ده، يعني تقف عند الهيو ساتيوريشن دي وتسحب كده، تقف في وسط الصورة وتشد، أنت هتلاقي نفسك متسحبش حاجة، بس تعالى هنا وسيبها هتلاقي نفسك جبت نفس الإفكت هو وحطيته هنا. فدي طريقة أسرع عشان لو عايز تحط الإفكت بتاعك على أي حاجة، تمام. لكن انا مش عايز هعمل كده، انا عايز اعمل الرقم 17 بس. هتاخد كوبي من الصوره وتخليها ابيض واسود، منين؟ من ادجست، من ايمج ادجستمنت، وتختار من هنا كنترول شيفت يو اهي، ان انت تخليها ابيض واسود، او ان انت تدوس زي ما بقول لك كنترول شيفت يو من الكيبورد. وهتجيب ببساطه خالص، هتجيب اداه الاستيكه وهتمشي على الحاجه اللي انت عايز تسيب فيها اللون، تمام اهو. بس نخليها اكبر شوية، او ممكن تكبر الفرشة من الحرف الدال والجيم، وتمشي على الحاجة اللي انت عايز تخلي لونها احمر. طب تمام، هنا هي سهلة اوي عشان هنا اصلا خلفية التيشيرت ابيض، فما تعبناش فيها. لو حبيت تعملها هنا، هي هنا طبعا هتبقى معقدة اكتر، مش هتبقى سهلة. يعني لو خدت منها كوبي وعملتها كنترول شيفت يو، هتبتدي ان انت، ما انصحكش ان انت تعملها بالفرشة بس، عشان هيبقى شكلها مش احترافي خالص. او ممكن تخلي الفرشة 100% وتمشي، بس تخليك يعني ايه دقيق اوي، دقيق اوي في شغلك، يعني ما تسيبش سنتي ولا تطلع لبره، لان الطلوع لبره ده اللي بيبين ان الصورة مش حلوة اوي. فانت تقدر تمشي مع بالاستيكة، قصدي ايوه يعني بأداة الاريزر تول، او ان انت تبسطها على نفسك خالص وبأداة التحديد اللاسو تول اهي، عشان انت برضو مش محتاج دقة زيادة عن اللازم، وتمشي على التيشيرت من بره. لو حسيت ان هي ما فيهاش يا سيدي تحكم كافي ليك، انا بجيب لك كل الطرق اللي تشتغل بيها. لو ما حسيتش ان فيها تحكم كافي، تعالوا نعمل بس الحتة دي، يبقى استخدم أداة البوليجون لاسو تول، اللي هي ان انت تدوس كده وتمشي كده كده. هتلاقي هي بتعمل خطوط مستقيمة بس، مش بتعمل كيرفات زي انا طبعا بحاول اجيب اي طريقة غير البين تول، عشان في ناس كتير متعقدة من البين تول. فاهو مثلا اهو الحتة دي، ادوس ديليت من الكيبورد، هتلاقيها اتعملت معاك وما فيهاش اي مشكلة، ومش هت محدش هيلاحظ يعني ان هي مقصوصة بأني طريقة. فدي حاجة ترجع لك انت اهو. نكمل الحتة اللي هي السهلة اللي في نص التيشيرت، تقدر عادي تعملها بالاستيكة براحتك خالص، مفيش حد هيقولك انت تشتغل بايه، انت اشتغل باللي انت بتحبه وبس، مالكش دعوة انا بعمل ايه، او انت او غيرك بيقولك غصب عنك تعمل ايه. فالتصميم مفيهوش اي حاجة بالغصب، كل حاجة ان شاء الله بالحب كده، ان انت وانت بتحب الحاجة هتلاقي اتعملت معاك كويس. جيت عند الحركرك كده هنا، يبقى تستخدم اداة، الاداة دي هتلاقيها ان هي اسهل لك كتير بصراحة، ومش بتاخد وقت في الشغل يعني. اهو، وانزل عادي عند كلمة، عند الشورت عادي وكلمة فودافون، لان هما لونهم ابيض فمش هيفرقوا، مش هتفرق حاجة. وتقدر برضو تعمل كده هنا الحتة دي عشان ما تعملتش. تمام، وتيجي عند التيشيرت من هنا وتخلصها يعني اهو خلاص، وتدوس ديليت من الكيبورد، وتبقى الصورة خلاص كده خلصت. تضيف اللمسات الأخيرة وتبقى الصورة خلصت، وهنا كمان برضو خلصت. تقدر برضو تاخد الألوان اللي انت عملتها، أو الكيرف والليفل اللي انت عملته، وتسحبه وتحطه على الصورة التانية عشان يدي شكل يعني بسيط. تمام، ده كان درسنا النهارده، لان لقيته قبل كده طلب كتير من يعني هتلاقي الكومنت دلوقتي ظاهر على الشاشه، كومنت من الكومنتات. واتمنى بجد يكون درس النهارده عجبكم، هو كان درس في السريع، وان شاء الله يكون افادكم وما كنتش طولت عليكم يعني. لو انت لسه مشتركش في القناه، يبقى خش دلوقتي ودوس سبسكرايب، ولو اشتركت تبقى انت دي حاجه حلوه جدا. وكمان لو دوست لايك ووصلت معايا الفيديو ده ل 150 لايك او 200 لايك، انتوا ما فيش حاجه بتكتر عليكم ما شاء الله. فلو عرفت توصل ل 200 لايك تبقى مصمم مبدع. كان معاكم يوسف محمد، سلام عليكم.